يشارك وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي والمنعقدة حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم. وخلال مشاركته أكد وزير الزراعة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والحرص المتبادل من القيادة السياسية في البلدين على تعميق تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وأشار البنا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي في تحقيق تنمية زراعية حقيقية وشاملة للبلدين بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد الوزير حرص مصر على تحقيق التكامل في المجال الزراعي بين قطري وادي النيل بما يساهم في زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي وبما سيعود بالنفع على القارة السمراء ككل.